نهار 18 سعود 2019، كنت جالسه في الدار كنصاوب الفطور لوليداتي مع الصباح بين مشيو للمدرسه، حتى كنتفاجئ بواحد الهجوم تاع رجال الشرطه دخل عليا للدار. ما عرفتش باش تبليت، واش عصابه واش شفاره واش هذا، لانهم اصلا هذوك الناس رجال الشرطه فاش دخلوا عليا دخلوا لابسين اللباس ديالهم عادي، ما لابسينش اللبسه الرسميه. تنقول لهم شنو، قالوا لي انا لا افراغ. فاش جيت عندهم تنقول لهم الله يجازيكم بخير، راه الزوج ديالي راه ما كاينش، راكم راه معتقل في الودايه، راه انا بوحدي انا وليداتي في الدار. قال لك لا 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 انا لا الافراغ، ما الافراغ. قلت له ما حيت الافراغ عطوني ما يثبت، عطوني شي وريقه شي حاجه شي حكم قضائي شي حكم افراغ شي حاجه، المهم شي حاجه ما نقرا. ما عطوني حتى شي حاجه، كيقولوا لي علاه ما تقتيش بينا، حنا كاع لابسين هكا وما تقتيش بينا، وتعدوا عليا. ودابا انا كنوجه واحد النداء للسي الحموشي، الله يجازيك بخير والله يخلي لك وليداتك والله يعطيك صحيحتك. السي الحموشي انا نشوف هذا الشيء اللي كنعيشوه في مراكش، راه حنا تقهرنا السي الحموشي، واش عباد الله تيجيبوا اوراق مزورين؟ ها هو السي الحموشي وثيقه مزوره وجايه من المحكمه على اساس انهم بيفرغوني والزوج ديالي ما كاينش، وتعداو عليا وهزوني لحقوني انا وليداتي للشارع. هذا الشيء راه ما يبغي لا ربي ولا العبد. الله يجازيك بخير السي الحموشي، الله يرحم لك الوالدين. الا ما شوف راه حنا قاعدين هنا في العافيه في مراكش، وهاد الناس راه لحد الساعه ما بغوش يعطيونا باتساع، راه ديما كيجيبوا لنا الدائره ديال الضحى، الدائره 22، الدائره كلها برا استدعتها هما كلهم عندي السي الحموشي. الله يجازيك بخير والله يخلي لك وليداتك، الا ما عتقنا راه حنا كنموتوا في مراكش، حنا راه كنموتوا السي الحموشي في مراكش. راه الناس صافي راه ولاو كيهجموا علينا لديورنا وهزوني لحقوني الشارع بلا رحمه بلا شفقه وما عندهم حتى شي حاجه. وانا تنهضر معك السي الحموشي الله يجازيك بخير، راه انا الا تنهضر من فراغ عاقبوني واعتقلوني وديروا فيا اللي عجبكم، ولكن هاد الناس اللي دخلوا عليا راه حتى انا بغيتهم يتعاقبوا، لان هاد الشيء راه ما يبغي لا ربي ولا العبد. وباقي دابا راه تنعاني والسي الحموشي الله يجازيك بخير. النوع ديال التزوير هو ان حنا كنتواجدوا في كيليز وجايبين لينا واحد الورق واحد الحكم تاع الافراغ كاين في مولاي ابراهيم، حنا ما عندنا به حتى علاقه. جوج ديال الخوت مضاربين على واحد البقعه ارضيه في مولاي ابراهيم ونادوا هزوا داك الرقم تاع داك الملف وحطوه لينا حنا في هذه الوثيقه وجابوه لينا وتهجموا علينا، قالوا لك راه بينا نفرغكم بهذا. واش يعقل السي الحموشي؟ واش يعقل ان الانسان يكون جالس مثلا في كيليز ويجيبوا ليه واحد الحكم من مولاي ابراهيم ويفرغوه في كيليز؟ هاد الشيء راه ما يبغيه لا ربي ولا العبد. ها العار السي الحموشي لا ما عتقني، ها العار ما عتقني، انا وليداتي راه كنموتوا، راه وليداتي تشردوا، راه اللي سقط سقط واللي مرض نفسانيا مرض واللي حماق حماق، راه تقهرنا، راه حنا تنعانيو في هاد مراكش السي الحموشي الله يجازيك بخير، الا ما عتقنا الله يرحم ليك الوالدين. وهاد الشيء اللي المشكل ديالي اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، هو انه كيجي عندي واحد المفوض قضائي واحد اللي كيدير اجراءات ديال الافراغ، وجاب لي واحد الحكم قال لي غادي نفرغك به. ملي جاب لي الحكم اللي هو الرقم ديالو 1300 ملف تنفيذي عدد 1301 6152 على 2019، قال لي غادي تفرغ من المحل. قلت لي هذا انذار بالافراغ، اعطيني حكم التنفيذ. قال لي حكم التنفيذ ما عنديش، هذا باش غادي نخرجك. الحاصل عطاني الاجل ديال نهار 3/7/2019، قال لي نهار 3/7/2019 ما خصناش نجيو باقي نلقاوك في المحل، ما علينا شيء. نهار 3/7/2019 جاب لي وثيقه اخرى، جاب لي وثيقه من عند وكيل الملك، ها هي انتما كتشوفوا فيها، مكتوبه فيها من وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه الى السيد ولي الامن بمراكش، الموضوع حول مؤازره مامور التنفيذ كذا 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 كذا، بناء على القرار الصادر عن المحكمه الابتدائيه بمحكمه الاستئناف بمراكش نهار 17/1/2019 في الملف عدد 827/1401/2017. ملي عطاني هذه الورقه هذه اساسا هو ما كانش بيعطيها ليا، الله يجازيكم بخير، ما كانش بيعطيها ليا، كيقول لي غير قرا من التسع، حيت ملي دخل عندي قال لي غادي تخوي ولا ما غاديش تخوي. قلت له ودي انا الا بيت نخوي اعطيني غير ما يثبت، اعطيني حكم تنفيذي، اعطيني حكم المحكمه، اعطيني شي حكم عطوه عليك، ماشي تعطيني غير ورقه بحال هكا. هذا راه غير ورقه عاديه مكتوبين فيها الاسماء الارقام، اعطيني نقرا. قال لي هاك انت اقرا.
قلت له نقرا، قال لي لا، شدها في يديه بحال هكا وتترعد وتيقول لي الله اقرا من التسع. فعلا انا بانت لي من وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه تبان لي مرقه كبيره، والى السيد ولي الامن تتبان لي مرقه كبيره، ولكن الموضوع تيبان لي صغير لانه ما تنشوفش مزيان. قلت له ترى ما تنشوفش مزيان. قال لي المهم هاك اقرا. ملي ما باش يعطيها لي انطرتها ليه من يديه خلسه صراحه الله، انطرتها ليه من يديه هزيتها بديت تنقرا فيها بحال هكا، لقيت رقم الموضوع هو 827401/2017 لا يمتني باي صله. ملي جيت نكتشف قلت له هذا راه ما عندي به حتى علاقه، راه لا يمت لي انا بصله. قال لي لا هو باش غادي نخرجك. قلت له اودي راه ما يمكن لك شيء، خصك تعطيني رقم الملف ديالي تكون فيه سميتي ويكون فيه العنوان ديالي ويكون فيه المواصفات اللي كتنطبق عليا انا. قال لي لا. حصل ما خرجتش، ما خرجتش، ما علينا شيء. رديتهم درت اضرام النار باش نزيدكم في هذه انا مع الحقره وسميتو، ما بقى فيا الحال وتوترت. ما يمكنش اي انسان ما يمكنش يقبل انه يجيبوا لي حكم ديال اكادير ولا ديال طنجه ويفرغوه في العيون، ما يمكنش. كل منطقه عندها المحكمه ديالها وعندها المسائل ديالها، وكل حنا كنمشيو بالانطق بالمنطوق ديال الحكم. ما عليناش، درت اضرام النار. ملي درت اضرام النار عباد الله تجوقات شويه، ها البوليس جاو، ها المخزنيه جاو، ها القوات المساعده، الباشا جاو، حتى حد ما فراسو شي حاجه ما يتعود، لانه اساسا النهار اللي لقيت فاش جا عندي جا عندي غير هو وواحد راجل شرطه بوحدو، بجوج بهم هما اللي جاو عندي، ما جاش معاهم حتى القوات المساعده، حتى حاجه ما جات معاهم. ملي جاو انا كنت مع ابو دنيا رئيس الدائره 22 واقف بالصطافيت ونزل ويقول لهم اش هذا الشيء واقع هنايا؟ قالوا له اودي راه افراغ هذا، وقال لهم اش هذا الدخان هذه واش هذه العافيه هذه سهله؟ قال له اودي راه هذا السيد هذا راه هنا الدار اضرام النار. قال لهم كون مات شي روح هنا وكون طاحت شي روح هنايا على من غادي نحسبوها؟ هذا كيدل على انه ريزولت الشرطه ما في خبرهم شي السي الحموشي، وقوات المساعده ما في خبرهم شي السي الحموشي، والباشا حتى هو عاد ولاو كيهبطوا تيطلبوا فيا وتيزوقوا ها العريمة غير نزل غادي نتفاهموا غادي. قلت لهم انا ما غاديش ننزل مع هذا الا ما درتوا لي تحقيق في الموضوع. الحاصل بركوا عليا حتى نزلت. ملي نزلت داوني للكوميساريا، كي دخلت للكوميساريا ولقاو عليا القبض قالوا لي انت بعدا راه ريسيرشي راه مخرط واحد الدار في مكناس، راه انت اللي مخرطيها. وكا عباد الله انا بحرا، قال لي راه انت اللي مخرطيها. عاوتاني اتصلوا دار هذاك النائب الثاني ديال رئيس ديال رئيس الدائره، عاوتاني اتصل بالرقم ديال لاكارت ناسيونال، قال لهم اودي تحققوا مزيان من هذا الرقم هذا، عاود تحققوا جوج المرات. هما تيقول له اودي راه هذا محمد الحسن راه هو اللي مخر واحد الدار في مدينه مكناس. قلت له اودي مكناس انا عمري ما مشيت ليها اساسا، عمري ما شفت انا كاع مكناس كيفاش دايره. ملي جا بيعمر معايا محضر قلت له انا ديري لي المينوت، قلت له الشاب قال لي انا قلت له هذه اخر مره وغادي تدوي معاه قدامي، غتمشيو تحمقوني انا ديروا لي شي حاجه كاع ما كاينه. عاود هز التليفون عاود دور ليه قال لي تاكد مزيان من هذا الرقم هذا، قلت له الرقم ديالي ها الرقم ها الرقم ها. عاد قال لي ها ودي لا راه ماشي هو، ما علينا شيء. نزلت لسيدي لاكا ب 24 ساعه الغد ليه قدموني عند وكيل الملك. ملي قدموني عند وكيل الملك قال لي واش غادي تخرج من السيد من المحل ولا لا؟ قلت له انا المحل هذا اللي كيطاب به السيد، اذا كان المحل اللي عندكم انتم في الاوراق انا باقي تنقولها السي الحموشي وتنقولها للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه وتنقولها للنيابه العامه، الا عندكم الا ذاك المحل اللي بغيتو انتم اللي عندكم في الحكم راه انا لا علاقه لي به. انتم حاكمين على 72 وحاكمين على فلان وحال، انا راه ما عندي علاقه لا ب 72 ما عندي علاقه، انا قاعد في محل ثاني المنطوق ديال الحكم ما تحكم عليه، ما عمر شي واحد حكم عليه. المحل اسيدي حنا شريناه في 1972، شراه العم ديالي الله يجازيه بخير الله رحمه الله عليه، توفى العم ديالي كيورث فيه الاب ديالي والاخت ديالو والزوجه ديالته. الاب ديالي توفي لانه تبع العم ديالي بعد 3 سنين تقريبا، العمه ديالتي حتى هي توفات بقينا حنا الورثه. حنا شارين الاصل التجاري يعني شارين السرد من 1972 يعني تقريبا 60 سنه. هذه ها هي وثيقه ديال النوتير، ها هي ديال مسيو التاقي الى باقي حي ما علينا شيء. هذا هو وهذا المحل هذا هذا السيد هذا بيدخل معنا فيه بيديه لينا بيليكي بيديه لينا بلا ريال بلا جوج، ما يمكنش. اي انسان فيه الروح وعنده الرجوله وعنده الغيره على بلاده وعلى ولاده وعلى دينه وعلى ما يمكنش سميتو. ماشي انت غادي تحكم ليا تمشي تحكم ليا على واحد القنت وتجي تخرجني به، عندك الاحكام ديالي. مرحبا هذا السيد هذا اللي عندنا معاه نزاع، هذا السيد هذا شرى الملك شرى فيه ثلاثه الاربعه
والربع الاخير اللي بقى تيبقى المولي الملك. وهذا السيد هذا كيرفع دعوه غير بوحدو، وثلاثه اخرين ما كاينينش مع انه كاينين في الملك. ها هي شهاده عقاريه، ها هي. هو كيقول لك في الاحكام ديالو بينما هو هو شاري كل شيء، يعني الملك كله هو ديالو. فاش مشينا جبنا هذه الوثيقه العقاريه لقينا بينما هو عنده غير ثلاثه الارباع وباقيين معاه ثلاثه اخرين. وهذا السيد هذا كيدعى بينما هو هو مول الملك، مع انه خاصهم يكونوا اربعه، ثلاثه ملغيين وهو بوحدو هو اللي رفع الدعوه. اساسا راه غير مقبوله من كلا الوجهين. لا انا كنهضر على المحل ديالنا، انا تنهضر على المحل ديالهم، ما كنهضرش انا على المحل اللي عندهم هما في المنطق ديال الاحكام ديالهم هما، ولا داكشي اللي كتاخذ به المحكمة. انا كنهضر على المحل ديالي هما. هو تيقول لهم مره شريت، مره شريت كلشي، مره عندي ثلاثه الاربعه كل مره. واش تيقول؟ لانه كون شرا كان عليه يخبرنا حنايا، لانه حنا عندنا الثابت، حنا شاريين الثابت، حنا لا علاقه لنا بالملك. يشريه كله هو واللي يبيع ولا الشغل له هذاك. حنا عندنا السارد، الا بغى المحل ديالو غادي نقوموا السارد ديال المحل ونهزوها وندير لها بحال هكا. جابت مليون يعطينا حنا هو غير 160 الف ريال، جابت 200 مليون يعطينا حنا غير 190 مليون. نقصوا ليه حنايا داك الشيء اللي جابت السومه الكيلو، اللي جابت السومه في السوق، ونتفكوا حنا حنا وياه. ولكن باش يديه بيليكي بلا ريال بلا جوجو، يدير علينا الاحكام وكل مره كيجيب لي حكم نطبعوا هذا، هذه حاجه مفروغ منها وما يتقبلهاش العقل، وما غاديش نقبلها هي جوج. واش دي ليا ديالي ودوش لي على كرامتي، ما نقبلهاش. الخطوات اللي درت ما خلينا ما درنا، مشينا لانه كل دابا هو دابا كما كيقول واحد المثل، كيطلق العيان وكيشدك المسارح. دابا انايا كتطلقني المحكمه، غير كيطلقني المحكمه كيشدوني البوليس، كيطلقوني البوليس كيشدوني الاعوان القضائيين، يعني هذا المنفذين، يعني العام مقسم على ثلاثه. كتشدك المحكمه واحد ثلاث شهور ولا اربع شهور، كتطلقك المحكمه كيشدوك البوليس. كل خطر السيد عاد خرج السيد من محلو من الدائره 17 اللي ما عندنا بها حتى علاقه، ابواب مراكش. واش ابواب مراكش؟ اشنو اللي جابها السيد الحموشي لكيليز؟ كيليز راه عنده الدائره 22، الا كان شي حاجه راه غادي 22 هي اللي بتفكنا. كيطلقونا البوليس، كيشدونا الاعوان، كيشدونا اصحاب التنفيذ. كل مره جايبين لنا الاستيدات، كل مره غادي نجي، يعني داك الشيء دواليك، يعني ما كيخليكش انت فين ترتاح. والخطوات اللي درنا قلنا زعما ربما يجي فيهم الله التيسير، مشينا للرباط. مشينا في الرباط ولكن للاسف الشديد ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. مشينا للرباط حطينا الشكاوي ديالنا وداك الشيء كامل، وقال لنا راه غادي نصيفطوا لكم لمراكش. صيفطوا لمراكش داك الشيء كله، وداروه تحت الحفظ لحد ما بغا يتبدل، لانه هما اساسا ما عندهم ما يناقشوا، اساسا ما كاين ما يتناقش. لانه الا بغاو يجيو يناقشوا معايا انايا، انا ما عندي حتى علاقه بالملف اساسا من الاول. الا كان شي منازعه، راه كاينه المنازعه ما بين السيد وبين با، ولكن با راه متوفي اثناء سريان، قبل سريان المحاكمه. كيف يعقل انك انت ترفع دعوه على واحد الانسان ميت؟ والسيد ميت بخمس سنين ولا هي ست سنين باش ميت السيد، وانت رافع عليه الدعوه والمحكمه وافقت ليه. جوج ديال الناس يعني الاب ديالي والاخت والعمه ديالتي ميتين، وهما اللي عندهم الاسهم كثيره في المحل، هما اللي عندهم تقريبا 9 الاسهم في المحل. شديت لي السيد عند البوليس، مشيت عند وكيل الملك. اون فوا دخلت عند وكيل الملك قال غادي تخرج السيد من المحل، قلت له لا بمقتضى داك الشيء اللي عندكم كذا كذا كذا، وين نزلني ديك الساعه لاكاب؟ انا قلت غادي نزل لاكاب وغادي عاود ثاني خرجني. نزلني لاكاب من تما الودايه، شهرين ديال الحبس. اثناء انا في الودايه بقات لي سيمانه ونخرج، جات القوة فيها 60 عنصر هما يدخلوا على ولادي للدار. المرة راه الحالة راه عاودتها لكم المرة بلا ما نعاود ثاني نسميكم. ملي دخلوا عليهم 60 عنصر وداروا لهم داكشي اللي بيديروا لهم، داروهم كلهم في الروسيرشي. خرجت أنا من الحبس لقيت وليداتي كلهم روسيرشي، لا المرة ولا الدري ولا البنت ولا الدري الصغير، كلشي روسيرشي. يلا خرجت بشي سيمانه هي ولا هي ب 10 ايام، الدري الاخر مسافر يجيب لاكارت ناسيونال ديالته من 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 من, من الكوميسارية. اعتقلوه تما وضربوه حتى هو بشهرين ديال الحبس. علاش انت تراميتي على ملك الغير؟ اش اللي جاب عاوتاني ولد ديالي للترامي من ملك الغير؟ واش انا هو من القضيه؟ ما علينا شيء. ملي شفت القضيه انا دايره بحال هكاك، يعني تشدوا عليا كاع جميع البيبان، الباب اللي طرقته تلقاه مسدود.
ما بقى لي غير بيت نطحر اخوتي المغاربه وانا نطلع للكتبيه. هزيت معايا القران وهزيت معايا ليسانس نشربو نكبو عليا وديت معايا قنبه صافي السلام عليكم هذه هي الاخرانيه. طلعت للكتبيه، ملي طلعت للكتبيه جاو عندي عاود ثاني النائب ديال الولي الامن والباشا والدائره اللي كاينه في جامع الفنا، اش هذا ما هذا؟ قلت لهم وديها لك. وقال لي واش انت عاود ثاني مول المخبز؟ قلت لهم انا هو مول المخبز. اش باقي درتي مع ذاك مسخوط الوالدين؟ اش بغيت ندير مع قال؟ قلت لهم راه هذاك السيد هذا اللي وقت تيقول لي النائب ديال الوالدين اللي كانت هاد الهضره هذه اللي كتقول صحيحه، دابا نحلوا معاك المشكل. انا كون عرفت مثلا كون عرفت انه غادي ننزل من الكتبيه ما غاديش ننزل فيها بتاتا، لانه حتى ذاك السيد اللي عتقني راه غير طلع عندي قال لي حتى انا غادي ننتحر انا وياك. ملي قال لي هذيك غادي نطحر انا وياك والله ما كنتش بغيت ننزل من 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 الكتبيه حتى تنوت. ملي نزلت فين داوني اخوتي؟ داوني لسبيطار الحماق شهرون وانا في السبيطار ديال مستشفى الامراض العقليه. ملي خرجت من مستشفى الامراض العقليه باش ندوز عند وكيل الملك كيطلقني تلقوني من الكوميسيري تنقول لهم بيت وكيل الملك، تيقول لي لا صافي القضيه راه انت الله يهديك سي باش ما كان موقع والو سيري الله يعاونك ويعاونك. وعاود ثاني خرجوني من تما موقع والو الى يوم المطالب ديالي. هاد الناس هادو بغيت انا نتحقق معاهم يكون معاهم تحقيق. تنطلب من السيد الحموشي الله يجازيه بخير الا كانت عنده سلطه وكانت عنده رحمه وكانت عنده واحد حب المهنه ديالو انه يتحاسب ليا مع هاد 60 عنصر اللي دخلوا ليا على ولادي بعدا هما الاولانيين. عاد ديك الساعه نشوف انا اللي كل مره كيجيبوا لي الاستدعاءات مع العلم انه السي الحموشي راه عندي الاستدعاءات كلهم، عندي ديال الدائره ديال 22 وعندي الدائره ديال ولايه الامن وعندي ديال الدائره ديال 17 اللي كاينه في ابواب مراكش. اللي بغيت منهم من السي الحموشي هو انه هاد الناس هادو يشوف معاهم، واللي كنطلب من المجلس الاعلى للسلطه القضائيه انه يطلع على الملف ديالي انه كله فيه التزوير وكله فيه الخروقات. واللي كنطلب من سيدنا الله يجازيه بخير الا كان تيتصمت ليا يرفع بينا واحد شويه من هذا التظلمات ديال السلطه. راه ما بقاو لينا والو، راه قربوا يحيدوا لينا الحوايج. مادا ندخلوا علينا للدار بلا حضور نمعني بالامر ورب البيت، راه غدا ولا بعد غدا غادي يحيدوا لينا حوايجنا. الله يجازيكم بخير المغاربه. انا الخير واليقين عندي كله هو غير في المغاربه. انا كنطلب الملك وكنطلب النيابه العامه وكنطلب، ولكن الخير والخير والخير كله في الشعب المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.